طيب نروح بقى لروسيا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال باليوم الثلاث انه العلاقات مع دول الاتحاد السوفيتي السابق من اهم اولويات السياسه الخارجيه لموسكو. وصرح بوتين انه العلاقات مع اقرب جيراننا الدول السوفيتيه السابقه من بين اهم اولويات السياسه الخارجيه لروسيا. الاستاذ سمير ايوب المتخصص في الشان الروسي، برحب بك يا فندم. واقع ما بعد الاتحاد السوفيتي يا فندم، يعني كيف من الممكن أن نصف العلاقات الروسية السوفيتية في الوقت الحالي؟ يعني الحقيقة لروسيا تجربتين مريرتين في هذا المجال مع الغرب، يعني علينا فقط أن نتطرق إليها. التجربة الأولى هو عندما تخلى الاتحاد السوفيتي في نهاية عهده وكان الرئيس غورباتشيف رئيسا، تخلوا عن دول أوروبا الشرقية إلى الغرب من دون أي اتفاقيات مكتوبة تضمن يعني عدم تحول هذه الدول إلى دول معادية لروسيا، ولاحظنا كيف تحولت هذه الدول والغرب نكث بكل هذه المعاهدات الشفهية وأصبحت من ألد أعداء روسيا، هذه هي الآن دول أوروبا الشرقية. التجربة الثانية هي إهمال روسيا للجمهوريات السوفيتية السابقة خاصة في عهد يلتسين، وايضا هذا ادى الى انهيار اقتصادي يعني في روسيا، وايضا الى تسبب بوضع امني خطير، اذ ان نتذكر الحرب الشيشانيه الدمويه التي حصلت في روسيا وماذا حصدت روسيا بعد ذلك. لذلك يبدو ان روسيا تعلمت من هذه التجارب السابقه في عهد بوتين الان، وتريد الحفاظ على علاقات مميزه وجيده مع كل هذه الجمهوريات. كيف ستحافظ على علاقات جيده ومميزة وفي وقت سابق كان قد ذكر بوتين بأن هناك بعض التحديات والمخاطر الناتجة عنا طبعا انهيار الاتحاد السوفيتي سابقا؟ صحيح، يعني التحديات والمخاطر هي كبيرة الآن تواجه روسيا في بعض الجمهوريات السوفيتية، وخاصة يعني نتذكر جمهوريات البلطيق السابقة وأيضا الآن جمهورية والآن أوكرانيا، ولا ننسى جورجيا عندما حاولت أيضا الانضمام إلى الناتو واستغلت مساعدة الناتو لها وقامت بهجوم في منطقة أوسيتيا الجنوبية. ذلك رأينا الرد الروسي الكبير على هذه الخطوة وكيف كان رسالة إلى الغرب وأيضا إلى الجمهوريات السوفيتية، أي أن روسيا مستعدة يعني لأن تكون أفضل العلاقات مع هذه الجمهوريات واحترام متبادل فيما بينها وعدم التدخل فيها في حال يعني لم تعطي المجال للولايات المتحدة والغرب بالتدخل في شؤونها. ونحن نعلم أن الولايات المتحدة لديها سياسة معينة في العديد من دول العالم وبما بها جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، ألا وهي الثورات الملونة، والتي تهدف إلى قلب كل الأنظمة التي تتعاطف مع روسيا أو مع أي دولة معادلة للولايات المتحدة الأمريكية وإقامة أنظمة مؤيدة لها. لذلك هذا أيضا برز أخيرا مع بيلاروسيا، يعني لاحظنا كيف روسيا وقفت بشكل كبير وبشكل قوي إلى جانب بيلاروسيا ضد كل التهديدات التي تعرضت لها والعقوبات التي تتعرض لها الآن. لذلك روسيا تعتبر الجمهوريات السوفيتية السابقة هي خط دفاع أول عنها، لذلك تعمل كل ما تستطيع من أجل إبقاء العلاقات معها ومساعدتها في أحلك الظروف. برأيك لأي مدى ستنجح في تنفيذ هذا الأمر في ظل التحديات التي تحدثنا عنها؟ وربما يعني البعض يقول بأنه التصريحات الأخيرة أيضا لبوتين ربما تؤثر في هذه العلاقات بشكل أو بآخر. صحيح، يعني روسيا نجحت وهي قادرة الآن على إعادة هذه العلاقات مع هذه الجمهوريات وحمايتها. يعني نتذكر الحرب الأخيرة في ناغورني كاراباخ عندما استطاعت روسيا لجم الطرفين حتى لا تتوسع هذه الحرب بينهما، لأنها تشكل أيضا خطر على الأمن القومي الروسي وخاصة في منطقة القوقاز. والولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تعي الآن أن روسيا استعادت قوتها العسكرية ودورها على الساحة العالمية في عهد بوتين، وبإمكانها الدفاع عن حقوقها ومصالحها في هذه الجمهوريات والحفاظ على العلاقات. يعني علينا أن نتذكر أيضا ماذا فعلت روسيا في سوريا، أيضا لديها مصالح هناك. إذا كانت الجغرافيا البعيدة لروسيا يعني تستطيع الحفاظ عليها روسيا بقوتها العسكرية ومساعدتها والوقوف إلى جانبها في المحافل الدولية، فهي قادرة على التدخل عسكريا بكل ما أوتيت من قوة
لوقف زحف الناتو إلى الجمهوريات السوفيتية السابقة، والذي الهدف منه فقط الضغط على روسيا ومحاولة إعادتها إلى يعني إلى لعب دور إقليمي فقط وليس دور على الساحة العالمية. إذن هي مصالح مشتركة يعني سيد سمير، هي مصالح مشتركة، وكما يعني يقال عنها win-to-win situation. وأعتقد أنه أيضا روسيا رغم التهديدات التي ذكرناها من مصلحتها أن تعود مرة أخرى إلى محيطها، ومن مصلحة الدول الأخرى أيضا دول السوفييت أن يعني تبقي علاقات جيدة مع روسيا. صحيح، يعني روسيا منذ البداية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي حاولت أن تقيم يعني تؤلف دول الصداقة أو مجموعة الصداقة للجمهوريات السوفيتية السابقة، ولكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت استطاعت تفريق هذه الدول. الآن روسيا أعادت النظر في هذه العملية، وهي تقول أن الاحترام المتبادل والعلاقات والمصالح المشتركة مع هذه الجمهوريات يمكن أن توحدها، وأن معظم دول العالم التي لديها مصالح مشتركة تقوم بإقامة أحلاف وبإقامة يعني دول مجتمعة من أجل الدفاع عن مصالحها، وهذا لا يستثنى منه الجمهوريات السوفيتية السابقة. المشكلة كانت فقط هي في التدخل الأمريكي ومحاولة الزحف إلى حدود روسيا مباشرة. يعني الأزمة الأوكرانية السابقة لاحظنا كادت تنفجر عسكريا بين روسيا من جهة وحلف الناتو بشكل كبير من جهة أخرى، وخاصة بعد المناورات المشتركة والحشود العسكرية الروسية. وصلت الصورة. بشكرك شكرا جزيلا للسيد سمير أيوب المتخصص في الشأن الروسي.